بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطلبات الشهادة الثانوية العام، نكمل مع بعض الجزء الثاني من الاحتمال الشرطي. هناخد مثال بيقول، نبدأ على طول كده إن شاء الله، وما ننساش اللي بيتفرج ويشوف القناة يعمل لايك وشير ويشترك في القناة عشان تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. المثال بيقول في الشكل المقابل قدامنا جايب لنا رجل وامرأة، في بيلبس نظارة، في بيلبس نظارة، وفي لا يلبس، في بيلبس نظارة وفي لا يلبس نظارة. طيب عدد الرجال اللي بتلبس نظارة 800، اللي لا يلبس 600، المرأة اللي بتلبس نظارة 400، والتي لا تلبس نظارة 200. فاحنا عاوزين ايه من الشكل اللي قدامنا ده، اوجد احتمال ان تكون او نختار امرأة وتلبس نظارة. نختار امرأة، وما هو احتمال ان نختار امرأة من بينهم كلهم وفي نفس الوقت تكون تلبس نظارة. يبقى انا عندي كده ايه، عندي حدثين. طيب نيجي الاول نشوف ايه هو فضاء العينة. فضاء العينة هو عبارة عن كل الاشخاص، عبارة عن كل الايه الاشخاص اللي قدام، عددهم كام؟ ده 1000 و1000، عددهم 2000. يبقى اذا الفضاء كله 2000. طيب نيجي نعرف الحدث الاولاني، وهو حدث ان الشخص يكون امرأة. حدث الشخص امرأة، لو الشخص امرأة رمزنا له بالرمز ألف. طيب حدث الآخر ب، وهو حدث أن يلبس نظارة، حدث أن الشخص يلبس نظارة. طيب يبقى أنا دايما هو أعطيني هنا في المثال في المطلوب أوجد احتمال أن تكون امرأة وتلبس نظارة. فعملنا الحدث الأولاني أن هي تكون امرأة، عملنا الحدث الثاني و او علما بان او بشرط وتلبس نظار. فالالف والب هي الاحداث اللي احنا عايزين ايه نجيب احتمال. طيب يعني المطلوب ايه؟ يعني المطلوب هو احتمال الف شرط باء، احتمال الف شرط باء. طب دي من القانون بيساوي ايه؟ بيساوي احتمال التقاطع بتاعهم، ألف تقاطع باء على الباء، على احتمال الباء. يعني أنا المطلوب مني أجيب احتمال التقاطع واحتمال الباء. طيب يبقى احنا كده الوقت عاوزين نجيب احتمال التقاطع الأول. يبقى احنا الوقت عاوزين نجيب احتمال التقاطع، يعني البسط، عاوزين نجيب ألف تقاطع باء يساوي. طيب فين عدد اللي بيلبس نظارة؟ عدد المرأة اولا 400، وفي نفس الوقت بيلبس نظارة، في نفس الوقت يلبس نظارة، يبقى هو العدد 400. يبقى هو العدد 400 هو ده التقاطع، تقاطع بين ان الشخص المختار يكون امرأة وفي نفس الوقت بيلبس نظارة. يبقى اذا عددهم 400 على اجمالي العدد كله، اجمالي الاشخاص كلها، يبقوا كام؟ على 2000. شيل صفرين مع صفرين، على 4 فال 4 فال 5، يعني بيساوي 5. يبقى احتمال التقاطع بيساوي 5، احتمال التقاطع بيساوي 5. مطلوب مننا كمان نجيب احتمال الباء. الباء هو ان يلبس نظارة. طيب يبقى نقول له احتمال الباء بيساوي عدد اللي بيلبس نظارة كله. كل اللي بيلبس نظارة كام؟ كله العمود، كل اللي بيلبس نظارة 800 و400. يبقى 1200 على 2000، على 2000. الصفرين مع صفرين، صفرين مع صفرين، على 4 فال 3، على 4 فال 5، يعني بيساوي 3 أخماس. خلاص نعوض في القانون. خلاص يبقى احتمال ان المرأة المختارة تكون امرأة، الحدث المختار يكون امرأة، شرط ان هي تكون لابسة نظارة، يعني هيساوي التقاطع. التقاطع جبناه بكام؟ التقاطع جبناه شرط الكسر اهو، التقاطع جبناه كام؟ 5.
خمس في البسط المقام اللي هو احتمال الباء 3/5. الخمسة بتروح مع الخمسة يعني إذن بتساوي تولت، إذن بتساوي تولت. يبقى احتمال أن يكون الشخص المختار امرأة ويلبس نظارة هو تولت، هو تولت. حاول لو تحل المثال تاني، ولو وقف عليك ارجع للفيديو تاني وشوفه مرة واتنين لغاية ما تحله تاني لوحدك. طيب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده على موضوع اللي كنت بقول الاختزال. ايه موضوع الاختزال؟ موضوع الاختزال ممكن نقول ان احتمال الف شرط باء هيساوي عدد المرأة، كان هو بيقول باحتمال بشرط ان هي تكون امرأة وتلبس نظارة، يبقى هنا اختزال الايه؟ الفضاء. المرأة عددهم كام؟ المرأة عددها 400، عدد اللي بيلبس نظارة كله 1200، صفرين مع صفرين، صفرين مع صفرين، على 4 في 1 على 4 في 3 يعني بتساوي تولت، يعني نفس الإجابة، نفس الإجابة. قلنا إن الاحتمال الشرطي بيعمل عملية اختزال لإيه؟ للفضاء. ناخد مثال تاني، مثال مهم جدا. عندي حقيبة مثال تاني، مثال حقيبة اهيت فيها 10 كرات بيضاء، يبقى هنا 10 كرات بيضاء، وعندي 15 فيها 15 كرة حمراء. طيب عاوزين نعمل ايه؟ عايزين نسحب كرتين، يبقى عاوزين نسحب كرتين. ايه في شروط عليها؟ قالك على التوالي. كلمة على التوالي يعني نسحب واحدة الأول ونرجع نسحب الثانية دون إحلال، دون إحلال. كلمة دون إحلال دي مهمة، إن أنا هاخد كورة ما رجعهاش تاني، ما قطعهاش تاني، يبقى الفضاء هيقل. يبقى مجموع الفضاء هنا كام؟ 10 و15 25. في السحبة الأولى يبقى الفضاء 25، في السحبة الثانية الفضاء هيقل واحدة اللي أنا مش هرجعها. طيب في الحالة دي احنا الوقت ايه المطلوب؟ المطلوب نشوف المطلوب ايه. المطلوب بيقول ما احتمال ان تكون الكرتان حمر بيضاوتان، نختارها بيضاوتان عادي، يعني ان نسحب في المرة الاولى تكون كرة بيضة ما رجعهاش تاني، امد ايدي تاني في الحقيبة واسحب تاني كرة الاقيها ايه؟ بيضة. شرط اساسي ان هما يكون كرتين بيض. يبقى فين الحدثين؟ الحل، الحدث الاولاني الف ان تكون الكرة، سحب الكرة الاولى بيضاء. طب فين الحدث التاني؟ هي ب برضو ان الكرة الثانية تكون ايضا بيضاء، ما انا عايز الكرتين يكون لونهم ابيض. طيب يبقى ايه الوقت المطلوب؟ يعني احنا الوقت لو جينا نقول ساحب الكرة التانية لازم تكون بيضة، يبقى لازم شرط ان الاولانية تكون بيضة. يبقى معنى كده ان دي احتمال ب شرط الف، احتمال اسحب الكرة التانية بيضة بشرط ان الاولانية تكون بيضة. يبقى ديت هنا خلفنا الرموز من زي كل مسألة، بتساوي ايه برضو؟ بيساوي التقاطع بتاعهم الف تقاطع باء على، احنا قلنا اللي بعد ايه الشرط، على احتمال الالف، على احتمال ايه؟ الالف. طيب تعال بقى نشوف يعني ايه ان الاثنين يكونوا بيضاوتين. ان الاثنين يكونوا بيضاوتين يعني احتمال ان الاولى بيضة، وشوف اكتبها تحت كده، احتمال ان التانية تكون بيضة. طب وانت تعلمتها في الاحتمال يعني تعبر عن التقاطع، يعني احنا كأننا عايزين التقاطع. يبقى التقاطع نجيبه من البسط. يبقى دي عبارة عن التقاطع بيساوي احتمال ان السحبة التانية بيضة بشرط ان الاولانية بيضة، في احتمال ان الاولانية بيضة. طب نجيبها ازاي دي بقى؟ احسن طريقة اعلمك هنا حاجة حلوة قوي، تعال نجيب هنرسم الشجرة، شجرة الاحتمال.
شجرة اسمها شجرة الاحتمال، دي السحبة الأولى معروفة كده في الاحتمال، إن ممكن تكون لو أنا مثلا ممكن أسحب، ممكن تكون السحبة الأولى ممكن تكون بيضة أو ممكن تكون حمراء، ممكن تكون بيضة أو تكون حمراء. طيب لو أنا بسحب بقى في السحبة التانية، يبقى السحبة التانية بنعملها كده، السحبة التانية بنعملها كده. طيب السحبة التانية وأنا رايح أمد إيدي في الحقيبة، أنا خلاص خدت كرة بيضة وما رجعتهاش، يبقى ممكن وانا بمد ايدك تاني ممكن تطلع برضه تطلع بيضاء، ممكن تطلع بيضاء او ممكن تطلع حمراء. طيب لو كانت في السحبه الاولى الكره الاولانيه لو كانت حمراء مش هرجعها، بس راح اسحب برضه في السحبه الثانيه برضه ممكن تكون بيضاء او ممكن تكون حمراء في السحبه الثانيه. طيب نتعامل معاها ازاي كارقام ونتعامل معاها ازاي كاحتمال؟ في الاول انا عندي كم كره في السحبه الاولى وانا رايح اسحب السحبه الاولى، كم كره حمراء في المساله؟ احنا قلنا الاحمر 10 الابيض 10 والاحمر 15، يعني يبقى الابيض في الحاله دي 10 على 15 على 25، 10 على اجمالي الفضاء كله 10 و15 25. طيب في وانا لسه رايح امد ايدي واسحب كره وطلعت حمراء، كم عدد الاحمر؟ 15 على عدد الفضاء بالكامل 25، دي اسمها سحبة احتمال السحبة الأولى. طيب تعالى أنا رايح أسحب، أنا سحبت كرة مش هرجع ال 25 دي، مش هتفضل 25، ال 25 دي هتقل، يعني معنى كده أي سحبة تانية هيكون مقاماتها 24 لأن في كرة معايا الوقت ما حطتهاش. طيب ليه بعمل كده؟ هقول لك دلوقتي. احتمال انا سحبت خلاص الكره الاولى، تعال نسحب الكره الثانيه، رحت اسحب كره طلعت بيضه. طيب وانا رايح اسحب، انا رايح اسحب كانت الاولانيه بيضه، هل هيفضلوا 10 زي ما هم ولا هيقلهم؟ هيقلهم، فتبقى 9، فتبقى 9. طيب لو كانت الاولانيه بيضه هل الحمراء اتاثرت؟ الحمراء طبعا ما اتاثرش عددها، فيفضل تاني زي ما هم 15. تعال لو كنت انا سحبت في السحبه الاولى وكانت حمراء وما رجعتهاش، يبقى اذا الحمراء ما رجعتهاش، يبقى الحمراء ما عادوش 15، الاحمر ما عادش 15، الاحمر قال لي 1، يبقى بقى كام؟ 14. طيب ويفضل كام واحده كره لسه بيضه؟ البيضه يفضلوا زي ما هم. طيب عاوز تعرف انت بقى الوقت شغال صح ولا لا، اجمع دول كده، اجمع دول هتلاقيهم 1، اجمع دول هتلاقيهم 1، ماشي، اجمع الاثنين دول هتلاقيهم 1، اجمع دول هتلاقيهم 1، كده يعتبر انت شغال صح. طيب احنا عايزين ايه؟ نرجع للمثال تاني، احنا عايزين احتمال الف تقاطع باء، يعني عاوز احتمال شرط، شرط او احتمال شرط، فين السحبه التانيه بيضه والاولى بيضه؟ التانيه بيضه والاولانيه بيضه، ده هي الفرعه الاولى دي، هي الفرعه الاولى دي، هي الفرعه الاولى دي، الاولانيه بيضه والتانيه بيضه. طيب فين احتمال ب شرط ألف اللي هي السحبة التانية بشرط إن الأولانية بيضة، السحبة التانية بيضة بشرط الأولانية بيضة، يبقى هي كام العدد ده؟ هو إيه اللي هنعوض بيه؟ يبقى إذا التقاطع يساوي 9 على 24 في دي احتمال الألف، الألف كانت احتمال البيضة، الأبيض كان لسه كام؟ كان لسه 10 على 25. نختصر دي عادي، تختصر بآلة حاسبة أو على التلاتة، فالتلاتة على التلاتة فالتمانية، وعلى الاتنين فالأربعة، على الاتنين فالكام فالخمسة، فتطلع 15، يعني هيساوي 15 على 25. نختصر تاني على الخمسة فالتلاتة، على الخمسة فالخمسة، يعني تطلع كام؟ تطلع، طب نراجع تاني، في 4 اهي. طيب الثلاثة في 5 ب 15، 15 في البسط مقام 25، في مقام كمان هنا 4، يبقى هنا في 4، يعني هتساوي 3 على 4 في 5 ب 20، يطلع 3 على 20. يبقى اذا الاحتمال ان الكورتين يكونوا لونهم ابيض يساوي 3 على 20. طيب لو انا عايز احسب لو كانوا الاثنين يطلعوا احمر، لو الاثنين حمروتين اهم
لو الاتنين حمرتين اهم، نضرب الرقمين دول في بعض، نضرب الرقمين دول في بعض، يبقى احتمال ان الكرة الاولى ب حمراء واحتمال ان الكرة التانية حمراء، يبقى يطلع 15، يبقى احتمال الكرتان حمراوتان هيساوي 15 على 25 في كام؟ في 14 على 24، والرقم اللي يطلع يبقى هو دي احتمال ان الكرتين تكون حمراوتين. طيب نوقف هنا ان شاء الله عشان الفيديو ما يطولش، ونكمل في الفيديو القادم ان شاء الله. ولو في اي حد عنده استفسار او سؤال يتفضل يسألني، وانا باذن الله ارد عليه. ما تنساش اعمل لايك وشير، واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العال.